وزير الخارجية البريطاني في عدن. هل تسعى بريطانيا لتحقيق تقدم شكلي في ملف الحديدة؟ أم أن لها حسابات جديدة في اليمن؟ وبعد تصنيفها حزب الله جماعة إرهابية، هل يتغير موقف بريطانيا إزاء ميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قصر معاشيق بعدن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في زيارة هي الأهم لمسؤول غربي إلى اليمن منذ الانقلاب. وقال جيرمي هانت إن هدف الزيارة يتلخص في تذليل الصعوبات باتجاه إجبار الحوثيين على تنفيذ خطة إعادة الانتشار وتحقيق تقدم في ملف الحديدة. إذن تركيز بريطاني مكثف على العمل اليمني مؤخرا، فهل هناك تغير في الموقف البريطاني إزاء الأزمة اليمنية؟ أم أن الهدف هو إنقاذ شكلي لاتفاق السويد وتحقيق نفوذ في ميناء الحديدة، الميناء الأول في البلد؟ وهل يأتي هذا الحضور على حساب أبو ظبي والرياض في اليمن أم بالتكامل معهما؟ وهل ستستثمر الحكومة هذه الزيارة لصالحها لتقوي موقفها في ظل رغبة العالم في التعامل مع حكومة على الأرض، وأن تعاطيه مع ميليشيا ليست إلا محاولة للوصول إلى الناس؟ وهل ستدرك الشرعية أن سوء الإدارة لن يجعل منها أولوية لدى المجتمع الدولي؟ وزير الخارجية البريطاني في عدن في زيارة هي الأولى لمسؤول غربي رفيع المستوى منذ بداية الأزمة، زيارة تعكس تنامي الاهتمام البريطاني بالأزمة اليمنية التي تتولى مسؤوليتها في مجلس الأمن، وظهرت فيه لندن صاحبة بصمة فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة والتي أسفرت عن عقد جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية أواخر العام الماضي في السويد. للمرة الأولى يقرر وزير خارجية الذهاب إلى عدن متخطياً العقبات الأمنية التي وضعتها الرياض وأبو ظبي عائقاً أمام عودة الرئيس ونائبه وقيادات الحكومة، إذ وصل جيرمي هانت إلى عدن في غياب رئيس الحكومة المتواجد في أوروبا، واجتمع بنائبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية لمناقشة تعثر اتفاق السويد والإجراءات الممكن اتخاذها للضغط على ميليشيا الحوثي لإحراز تقدم في الاتفاق بحسب الخبر الرسمي. الوزير البريطاني حريص على زيارة ميناء عدن والتقط فيه عدة صور في دلالة رمزية مفادها كنا هنا وقريبا سنكون هنا أيضا لإدارة الأوضاع عن كثب بشكل مباشر، وهو ما قد يعني تقليص الدور الإماراتي والانتقال إلى موقع الإشراف المباشر. يرى كثير من المراقبين أن سياسة بريطانيا تعد متساهلة مع انقلاب الحوثيين ولم تبدي موقفاً حازماً إزاءه منذ 4 سنوات، غير أن تحركات هانت الأخيرة ربما تحمل في طياتها تغيراً في الموقف البريطاني وعزماً على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الأمر الذي إن صح قد يترجم إلى ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي للتخلي عن عرقلة تنفيذ الاتفاق. قرار بريطانيا مؤخراً بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وهو الكيان المرتبط بميليشيا الحوثي وإيران قد يفهم ضمن سياق الضغط على حلفاء إيران في المنطقة، وهو ما قد ينعكس على ميليشيا الحوثي خلال الفترة المقبلة. تبدي لندن مؤخراً اهتماماً أكبر بالملف اليمني في إطار اهتمامها بالمنطقة والصراع الثنائي بين السعودية وإيران، الأمر الذي قد يجعل الملف اليمني تحت خطر المساومة في إطار التسويات بين اللاعبين الإقليميين والدوليين. إذن تحركات متسارعة لوزير الخارجية جيرمي هانت والمبعوث البريطاني مارتن غريفيث والسفير البريطاني في اليمن مايكل أرون، كلها مؤشرات تظهر أن الملف اليمني أصبح بريطانياً أكثر من أي وقت مضى، لكن كثيرين لا يعولون عن الدور البريطاني حتى ولو حقق تقدماً طفيفاً في اتفاق ستوكهولم، إذ أن المشكلة اليمنية أعمق من قضية الحديدة والميناء وتفاصيل إعادة الانتشار. إذن مشاهدين الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث خالد عقلان، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير.
إذن برأيك ما هي أهمية الحضور البريطاني في الملف اليمني من خلال هذه الزيارة؟ ابتداء يمكن القول أن الحضور البريطاني المكثف والأخير منذ تعيين المبعوث الأممي الجديد جريفيث ليتولى مسؤولية الإشراف على عملية التفاوض في اليمن وعملية يعني إرساء عملية السلام في اليمن، يبدو أن هذه التحركات تأتي ضمن سياقها التاريخي الذي تسعى بريطانيا من خلال يعني الذاكرة التاريخية أن يكون لها تأثيرا على الملفات الإقليمية ومن ضمنها الملف اليمني، ولكن يبدو أن بريطانيا إلى الآن لا تمتلك أدوات التأثير الحقيقية أو أدوات الفعل الحقيقية في المشهد اليمني أو في المشهد الإقليمي بشكل عام، ويبدو أنها تتحرك كوسيط لا غير يعني. فبالتالي يمكن أن يفهم التحرك البريطاني في هذا السياق في سياق إنجاح عمليات أو إنجاح مهمة جريفيث، ولكي تحقق بريطانيا تواجدا بعد الانحسار الكبير أو بعد الفشل الداخلي الذي للسياسة الداخلية البريطانية. يبدو أن بريطانيا تحاول أن تحقق نوعا من الاختراق، ولكن يبدو ذلك بعيد المنال في ظل وجود تعقيدات كثيرة جدا وتأكيدات كذلك من وزير الخارجية البريطاني الذي صرح أنه أن اتفاق ستوكهولم أو أنه يعني اتفاق ستوكهولم سيأخذ وقتا طويلا وأنها مسألة ليس هناك تقدما حقيقيا في ملف الأسرى الذي يعد الأرضية الحقيقية لاستعادة الثقة وبناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وبالتالي يبدو أن هذا تهربا من أي استحقاق أو من أي لوم للمساعي البريطانية ولمبعوثها الذي ربما سيلحق المبعوثين السابقين في تمكين الميليشيات الانقلابية والتي من خلالها تعتمد القوى الاستعمارية والقوى الدولية الفاعلين الدوليين على هذه القوى المحلية التي لديها أبعاد أو لديها يعني أبعاد طائفية تسعى من خلالها إلى تفتيت مفهوم الدولة، وتكون هذه الميليشيات ضامنة لعدم قيام دولة حقيقية في اليمن وضمان بقاء اليمن ضمن الدولة الهشة، وبالتالي يسهل تقاسم النفوذ ويسهل السيطرة وتسهل السيطرة على موارد البلد. ونحن ندرك تماما أن القوى الدولية لديها مطامع، وبالتالي سواء بريطانيا أو أمريكا أو الفاعلين الإقليميين السعودية والإمارات والإيرانيون متفقون جميعا على أن لا يكون هناك دولة في اليمن وأن تبقى اليمن دولة هشة ودولة ضعيفة ليسهل تقاسم النفوذ. نعم، إذن يعني هناك من يرى في الحسابات الأولية للزيارة أن أولا لها علاقة بالبعد التاريخي لوجود بريطانيا في عدن، وثانيا أيضا أن بريطانيا هي المسؤولة عن الملف اليمني. ابتداء ليس هناك ما يؤكد على أن بريطانيا هي المسؤولة عن الملف اليمني، لكن بريطانيا تكاد تكون القوى الدولية الأكثر حرصا في الحضور بوجه دبلوماسي بعيد عن الوجه الخشن الذي ظهرت من خلالها الأمريكا وغيرها من القوى. هناك الآن تنافس حاد صيني أمريكي على مصادر الطاقة، ويبدو أن بريطانيا تحاول النفوذ من خلال الملف اليمني لتأكيد حضورها ولتستعيد مكانتها. أما أن بريطانيا لديها إمكانيات التأثير الحقيقي، بريطانيا تعيش أزمة داخلية وتعيش أزمة مع الاتحاد الأوروبي، فبالتالي بريطانيا أبعد من أن يكون لديها تأثيرا حقيقيا لفرض خارطة الطريق في اليمن، ولا يعدو الدور البريطاني عن كونه تأكيدا للدور الأمريكي فقط. نعم، يعني كان يتحجج الكثير من المسؤولين والمنظمات بعدم زيارة عدن بأنها ليست آمنة، هل بعد هذه الزيارة نستطيع القول أن عدن أصبحت آمنة؟ هو من المستغرب أن اليمن الحرب في اليمن تدخل عامها الخامس، وبالتالي هناك يعني اتفاقا سعوديا إماراتيا على عدم عودة الرئيس هادي، وعلى ومتفقين كذلك على أن يكون دور الحكومة اليمنية دورا هشا لصالح ميليشيات. هذه الميليشيات تقضم الأرض وتعمل على إضعاف الشرعية وتعمل كذلك على يعني تفكيك المجتمع من الداخل. يبدو أن المشهد الداخلي في اليمن يتجه إلى أن يكون هناك تقاسم للنفوذ وإضعاف للشرعية، والشرعية تفقد
دورها يوما بعد يوم، وبالتالي يبدو أن زيارة الوزير البريطاني هي تأكيد تماما على أن عدن أصبحت خارج إطار سيطرة الشرعية تماما، وأن هناك ميليشيات خارج إطار سيطرة الدولة وتعمل لصالح قوى الإمارات تحديدا. من خلال هذه الميليشيات تسعى الإمارات إلى فرض وجودها وفرض يعني نفوذها على الأرض بعيدا على الشرعية، فبالتالي من المعيب أن تغيب الشرعية، من المعيب أن يتغيب الرئيس هذه 4 أعوام ويبقى في الرياض. هنا ندرك أننا أمام وضعا خطيرا يهدد المشروعية الحكومة الشرعية، على الشرعية ألا تكون الأداء أو حكومة هادي عليهم مسؤولية تاريخية، قد يكون هادي وحكومته هم مجرد أو كما يقال المحلل لتفكيك الدولة اليمنية، وبالتالي سيتحملوا مسؤولية تاريخية. يعني مسألة التحقق بمسألة أنه عدن ليست آمنة هذه حجة واهية، بدليل أن القوات التي تسيطر على هذه المدينة هي قوات محسوبة على الإمارات، والإمارات ضمن التحالف العربي، فبالتالي تتحمل المسؤولية أمام الشعب اليمني. نحن نسائل الرئيس هادي وحكومته، أما القوى التي أتت لديها أطمع قد نعم نتحدث عن هذه النقطة أستاذ خالد، ولكن بعد أن ينضم معنا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. ما هي قراءتك دكتور لزيارة وزير الخارجية البريطاني لعدن؟ طبعا بعد التحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين، أنا أتفق مع ما ذكره الضيف، وأنا حضرت الجزء الأخير من الكلام حول غياب الشرعية وبعد ذلك الغياب على قوتها وتماسكها وعلى وحدة البلاد وعلى شرعيتها، هي على شرعية الحكومة والرئاسة ذاتها. لكن أنا أقول بأن زيارة وزير الخارجية البريطاني لم تكن يعني إخلالا بمبدأ الشرعية في البلاد، على العكس ذهابه إلى عدن في تصوري هو اختراق كبير لصالح الشرعية، لأنه ذهب إلى هناك والتقى بالمؤسسة الشرعية، لم يلتقي بزعماء الميليشيات هنا ولم يلتقي بغير الحكومة الشرعية في عدن، حتى من قيادات التحالف العسكري هناك، والتقى بمؤسسة الخارجية اليمنية وعلى رأسها وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية اليمنية خالد اليماني، والتقى بمسؤولين من يعني نظيره اليمني، والتقى بمسؤول آخرون بنظرائهم في الجانب اليمني. وبالتالي هذه بالعكس لو استطاعت الحكومة اليمنية أن توظفها توظيفا جيدا هي رسالة إيجابية لصالح الحكومة. كما أن تصريحات وزير الخارجية اليوم في عدن في الشريط الفيديو الذي أنزله على حسابه في تويتر يقول بالحرف الواحد بأنه هناك تصريحان لافتان في حقيقة الأمر. الأول يعني يقول أنا هنا أول وزير خارجية غربية أصل إلى اليمن بعد 4 سنوات من الحرب، وهذه فيها إشارات كثيرة ورسائل متعددة، إشارة إلى الدور البريطاني وإشارة إلى الإرث البريطاني في اليمن بشكل عام وفي الجنوب في عدن تحديدا، إشارة إلى الحرص البريطاني. هذه تنفتح على دلالات أخرى داخل الحكومة البريطانية ومحاولات الحكومة الخروج من الاتحاد الأوروبي وإيجاد مناطق نفوذ أخرى وإيجاد مناطق مصالح أخرى في الشرق الأوسط في الشرق الأدنى ومنها اليمن، إيجاد أيضا مراكز قوة دبلوماسية تمارس فيها الدبلوماسية البريطانية نفوذها، والملف اليمني هو الملف الأبرز لإبراز قوة الدبلوماسية البريطانية بعيدا عن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في نظر أولئك الذين يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا الجناح القومي في السياسة الخارجية البريطانية والجناح الشعبوي كذلك الذي يضغط باتجاه بريطانيا قوية بعيدا عن سيطرة أوروبا. هذا الجناح يسعده أن تكون هناك مناطق نفوذ تاريخية لبريطانيا ربما تستعاد أو تمارس فيها بريطانيا نوعا من الضغط السياسي أو النجاح الدبلوماسي. نجاح المبعوث الأممي هو نجاح لبريطانيا بما أنه بريطاني، ونجاح كذلك المبعوث الأممي هو نجاح لبريطانيا لأنها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي القرار الأخير هو قرار بريطاني صرته بريطانيا وقدمته لمجلس الأمن الدولي، القرار الذي تضمن بنود اتفاق ستوكهولم لتطبيقه.
لكن أعود أقول التصريح الآخر الذي أدلى به وزير الخارجية اليوم من على شواطئ عدن قال تصريحا خطيرا، وهو أنني هنا في ربما كانت هذه الفرصة الأخيرة أو آخر فرصة للسلام في اليمن. وهنا أيضا رسائل متعددة للأطراف المختلفة، لكن أنا أعتقد أن المعني ربما بشكل أكبر هم الحوثيون. لماذا؟ لأن وزير الخارجية البريطاني عندما التقى محمد عبد السلام في مسقط يوم الجمعة قال بشكل واضح بأن على الحوثيين أن ينسحبوا من الحديدة فورا، في إشارة إلى أنهم يتحملون المسؤولية، طبعا إشارة غير مباشرة إلى أنهم يتحملون مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد. الأمس يقول وزير يقول السفير بريطانيا لدى اليمن بأن في مقابلته مع صحيفة الرياض بأن تصنيف حزب الله اللبناني بريطانيا كمنظمة إرهابية لا ينفصل عن تدريب وعسكرة وتسليح حزب الله للحوثيين في اليمن، بمعنى أن البريطانيين عندما وضعوا في الاعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية فإنهم أخذوا في الاعتبار كذلك أنه يدرب الحوثيين الذين قال السفير بأنهم أصبحوا ميليشيا خطيرة. نعم. إذن هذه حزمة من التصريحات البريطانية الإيجابية لصالح التحالف الإقليمي الشرعية أنا لا أستطيع أن أفهمها، بمأزل أيضا عن القمة الأوروبية العربية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ والتي يعني لقي فيها القادة الأوروبيون انتقادات من بعض القادة العرب على خلفية عدم التعاطي البناء والقوي إزاء الإيرانيين للضغط على الحوثيين في اليمن لإنفاذ اتفاق ستوكهولم. نعم، إذا الدكتور يعني في سؤال أخير، هل برأيك تستطيع الشرعية استثمار مثل هذا الزخم والدخول في المشهد الدولي، خاصة يعني بالإشارات التي حملها الفيديو الذي تحدثت عنه يدل على أن هناك تحول حقيقة في مسار الملف اليمني؟ هو التحول أنا أعتقد من جانبين، الجانب الأول وهو الجانب المهم أن الحوثيين خذلوا من راهنوا على ذكائهم في التعاطي الإيجابي مع اتفاق ستوكهولم. كانت هناك قوى دولية تظن أن الحوثيين يمكن أن يكونوا أذكى من تعاطيهم الفج والمسرحي مع الاتفاق عندما استعدوا بتنفيذه، واتضح أن تنفيذه يعني أن يسلموا الحديدة والميناء لعناصرهم بعد أن يلبسوهم زيا رسميا يمنيا. وكانت هذه هي كان هذا هو القصد من إشارة محمد عبد السلام ليلة التوقيع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم عندما قال نحن ننتظر الإشارة، وكانت هذه كان هذا هو القصد كذلك من كلمة عبد الملك الحوثي عندما قال بأننا يمكن أن ننسحب من طرف واحد، الانسحاب المقصود والانسحاب الذي ينتظر الإشارة هو أن تسلم الأرض والميناء لعناصر الحوثيين بعد أن يلبسوا زيا عسكريا أو رسميا يمنيا. العالم يفهم ذلك وفهم التلاعب الحوثي، وهذه المسرحية لم تنطلي على الرعاة الحل السلمي في اليمن، وبالتالي ولدت امتعاضا بل ربما غضبا على الحوثيين تمثل في تصريحات الجانب البريطاني التي أتت من قمة الهرم الدبلوماسي البريطاني على لسان وزير الخارجية خلال الأيام الماضية. هذه نقطة. النقطة الأخرى المهمة أن التحول الذي ربما نلمسه في الموقف البريطاني يأتي من طبعا من عمق المصالح الاستراتيجية بين السعودية والإمارات تحديدا والجانب البريطاني، واحتياج الجانب البريطاني إثر مضيه قدما في عمليات البريكزيت إلى أسواق أخرى، إلى مناطق نفوذ أخرى، إلى علاقات أمتن عندما يخرج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني بعد كل ما حدث وبعد الإشارات التي ربما حملتها زيارة وزير الخارجية، ألا تعتقد أن بقاء الحكومة خارج يعني عدن أمر لم يعد منطقيا؟ هو ليس منطقيا وليس يعني بعيد عن ليس وطنيا وليس أخلاقيا، ويعني بقاء الحكومة خارج إطار الأرض اليمنية ووجودها الشكلي في عدن
والسيطرة الفعلية حقيقة حسب تصريحات وزراء الجبواني وزير النقل وتصريحات وزير الداخلية الأخيرة حينما قال أن هناك من ينازعنا يعني ملف الأمني، وهذا التصريح قبل يومين ملف الأمني، وبالتالي نحن أمام إشكالية عميقة للغاية. هذه الإشكالية تكمن بأن الحكومة الشرعية ذاتها تفرط بنقاط القوة، يعني لماذا لم يتم يعني تفعيل الحضور الحكومي في عدن من خلال استعادة دور البرلمان؟ يعني إذا كان الحوثيون يتحركون من أجل إجراء انتخابات تكميلية ويعني واللعب على ورقة يعني شرعية مجلس النواب، لماذا لا يكون هناك فعلا حقيقيا وخطوة استباقية من الحكومة الشرعية من خلالها تفوت الفرصة؟ نتحدث عن هذا الأمر منذ فترة. فبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، يعني يبدو أن هناك حقيقة، يبدو هناك فيتو من التحالف الإماراتي السعودي على قيام دولة مدنية ديمقراطية في اليمن، ويبدو أننا أمام يعني لحظة تاريخية فارقة. هذه اللحظة التاريخية الفارقة تقتضي أن يكون هناك فعلا خارج إطار القوى الفاعلة الموجودة على الأرض، وربما تكون هناك الأيام القادمة أو الأشهر القادمة أو بعد مرور هذا العام إذا لا سمح الله كان هناك يعني مشهدا يتم في من خلاله تفكيك الدولة اليمنية والاعتراف بميليشيات الحوثي كطرف فاعلا، كونه الآن أصبح من خلال يعني الحوارات التي تجرى مع ميليشيات الحوثي أصبحت الآن طرفا معترفا به كسلطة أمر واقع. نحن أمام تلاشيا واضحا لسلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذا يصب في اتجاه اليمن الى التفكك والى الدوله الفاشله. يعني انا اعتقد ان الشرعيه تتحمل مسؤوليه تاريخيه، وكذلك التحالف الاماراتي السعودي الذي يمارس الان سلوكا اشبه بسلوك الاحتلال الذي يعني نقض كل ما تم الاعلان عنه خلال التدخل العسكري في اليمن. نحن امام ازمه انسانيه عميقه جدا، نحن امام مشهدا كارثيا يتم من خلاله تجويع اكثر من 20 مليون انسان. هناك هذا المشهد أستاذ خالد اسمح لي يعني بالمقاطعة، يعني هو واضح للمجتمع الدولي، واضح مدى تلاعب الحوثيين، واضح أيضا مدى انحراف مسار التحالف. نعم، يعني حين يتحدث وزير الخارجية عن سوء الميناء وما وصل إليه حاله، حين بالتأكيد ولمس الوجود الإماراتي في عدن، فبالتالي لما أيضا لا يكون هناك ضغط على كل من يحاول عرقلة مسار السلام، وأيضا وجود الدولة وإبقاء اليمن بهذا الشكل الذي يعني ربما وصفته أنت دولة هشة؟ بقاء اليمن هشة وعدم استعادة الشرعية لمشروع لزمام الأمور في اليمن هو يصب في مصلحة القوى الإقليمية التي لديها أطمع، يعني أطمع تقاسم النفوذ وتقاسم الثروة، وهم يعدوا يعني وكلاء للقوى الدولية التي تريد الحضور من خلال يعني سواء ميليشيات ذات طبع طائفي. ونحن ندرك والجميع يدرك العلاقات التاريخية القوية والتي تراكمت في الذاكرة، العلاقات ما بين الإمامة وما بين بريطانيا منذ 1918 حينما أعلن الإمام يحيى السيطرة على صنعاء بعد انهيار الدولة العثمانية، وكان هناك اعترافا متبادلا ما بين الإمامة وما بين البريطانيين، وتم من خلالها تسليم مناطق من يعني إلى البريطانيين في ذلك الحين، فبالتالي هناك تخادما واضحا. كذلك حينما قامت ثورة 29 سبتمبر كان هناك الثورة المضادة التي قادتها التي دعمتها السعودية، كان هناك دعما بريطانيا واضحا، ولكن كانت المفاجأة الكبرى أن اليمنيين في عام 67 حينما حصل للعرب النكسة الكبرى في 67 اليمنيون فاجأوا المجتمع الدولي وفاجأوا المجتمع الإقليمي بانتصارا كبيرا في 76 حينما كسروا الحصار عن صنعاء وكسروا الإمامة. فبالتالي نحن لا نراهن على أن هناك ستأتي قوة دولية أو منظمة الأمم المتحدة لتحل مشاكل اليمنيين. يبدو أن هناك يعني اليمنيون معنيون بأن يكون لديهم يعني استعادة لزمام المبادرة، والسلطة الشرعية تتحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة. المحيط الإقليمي كما هو معروف محيط رافض لفكرة الدولة المدنية، رافض لفكرة الديمقراطية. حينما كان العرب الخليج يعيشون في الخيام فاجأ أو كان لليمنيون ثورة دستورية في عام 1948، وكان يعني لم يكن هناك الإمارات العربية المتحدة وليدة
من عام 72 او من عام 70، فبالتالي اليمنيون في عام 48 حينما اتى الغرب او حينما اتت بريطانيا وامريكا لاستخراج ثروه النفط في الخليج، هناك نكته متداوله ان كان هناك حوارا بين احد امراء النفط في الخليج مع شركه نفطيه امريكيه، ويعرض على عليهم 40% مقابل 60%، وهو يقول له برميل ببرميل، يعني لا يفهمون، بينما كان اليمنيون في عام 48 يتكلمون عن مشروع الدوله الدستوريه، وبالتالي اليمنيون فاجئوا المنطقه في الثوره الدستوريه، وفاجئوا المنطقه كذلك في مساله في عام 67 حينما الانتكاسه الكبرى امام اسرائيل، اليمنيون استطاعوا ان ينتصروا، وكذلك في عام 90 حينما فاجئ اليمنيون العالم في بالوحده، فبالتالي لا يمكن ان نراهن لا على حكومه هادي يعتبر احد تركه النظام القديم، وبالتالي هناك كان حينما تم صياغه المبادره الخليجيه كان هناك حرصا بريطانيا على ان يكون هادي هو رئيس، فبالتالي هادي كان له ارتباطا بريطانيا سابقا، ونعرف تماما انه مكث 17 عام صامتا وليس لديه يعني قولا فصلا وليس له اي حضور حقيقي وفاعل، فبالتالي يعني المراهنه الحقيقيه ليست على هادي وليست على التحالف، قد يكون هناك فعلا ومفاجاه سيفاجئ اليمنيون بها الاقليم ويفاجئون بها كذلك العالم من حولهم، ونحن ننتظر هذه المفاجاه، اما المراهنه على هادي او المراهنه على اي قوه يمكن ان تفرض السلام في اليمن فهذا مستحيل، يعني الحوثيون دخلوا الان بحرب صفريه مع المجتمع وهم في طريقهم الى الانهيار، يعني هذه الجماعه التي استخدمت كل وسائل العنف وكل وسائل الارهاب في اخضاع المجتمع هي الان تلفظ انفاسها الاخيره، ونحن ندرك والجميع يدرك ان الحوثي ميليشيا الحوثي هي جنين ميت وينعش بالدور الاماراتي والسعودي، يعني هذه حقيقه، وهناك تخادما واضحا ما بين الامارات وما بين الحوثيين، وهناك حرصا على بقاء ميليشيا الحوثي مسيطره على صنعاء وما حولها، مصلحه للسعوديه من اجل ان يكون لها مبرر للبقاء ولتمرير مشاريعها التي هي في الحقيقه ستكون مهدده استراتيجيه للسعوديه، السعوديه في الحقيقه الان مستهدفه، تقرير الخبراء الذي اشار الى ان هناك تخادما ما بين ميليشيا الحوثي وما بين الامارات فيما يتعلق بالطائرات المسيره، وهناك بنكا اماراتيا مولى الطائرات المسيره التي استهدفت يعني مدنا سعوديه، فبالتالي يبدو ان السعوديه كذلك هي مستهدفه، ولا ندري الى اين ستقود سياسه محمد بن سلمان السعوديه التي تسعى التي تصدم مع الجميع، صدمت مع الداخل السعودي وفشلت في اليمن فشلا ذريعا، الفشل الاخلاقي الذي تمنى به السعوديه في اليمن سيكون له تداعيات خطيره للغايه في المستقبل على السعوديه وعلى المنطقه بشكل عام. نعم، إذن هذه الزيارة هي ربما ختام لقاءات وزير الخارجية، سبقوا لقاء مع الرئيس هادي وآخر مع عضو الميليشيا محمد عبد السلام في مسقط وجولات في دول الخليج، برأيك هل تسعى بريطانيا لوضع الثقة لها في حلحلة المشهد بهذا التحرك؟ يعني باعتقادي أن الدور البريطاني لا يعدو عن كونه مؤكدا للدور الأمريكي، بريطانيا ليس لديها يعني الفعل الحقيقة أو القوة على فرض حل في اليمن، يبدو أنها يعني الدور البريطاني لا ينحصر عن كونه مؤكدا للموقف الأمريكي، وبريطانيا هي تنظر إلى المستقبل وتريد أن يكون هناك إذا كان هناك اختراقا في عملية الحل السياسي في اليمن هي تريد أن تثبت وجود لها للمستقبل، أما أنها لديها إمكانية أو لديها وسائل لفرض خارطة في اليمن فوزير الخارجية بريطانيا يقول أن هنا ليس هناك خارطة جديدة للسلام في اليمن غير اتفاق استوكهولم، فبالتالي اتفاق استوكهولم اتفاق مني بالفشل الذريع، لم ينجح هذا الاتفاق. لما الإصرار على هذا الاتفاق ولما محاولة إنعاش هذا الاتفاق؟ محاولة إنعاش هذا الاتفاق هو تجزئة المشهد اليمني، الحديدة تم تجزئة، يعني هو حينما يتم صرف اليمنيين عن بوصلة وبوصلة استعادة الدولة وعلى الأهداف التي من خلالها كان هناك تدخلا عسكريا في اليمن تسبب بأكبر كارثة إنسانية، تم صرف النظر من خلال اتفاق استوكهولم إلى قضية الحديدة، وقضية الحديدة تم إغفال في النقاشات الأخيرة قبل يومين أو ثلاثة أيام مسألة الانسحاب ميليشيات الحوثي، وبدأ ينتقلون إلى مسألة الممرات الإنسانية، فبالتالي نحن أمام استهلاك للوقت ومحاولة لتثبيت أمر واقع على الأرض، القوى الدولية تسعى
إلى يعني إلى 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 إيجاد يعني واقعا من خلاله يمكن أن تثبت مصالحها، ولا يهمها مسألة شعارات حقوق الإنسان، ولا يهمها هذه الشعارات التي ترفع. نحن أمام استهداف واضح للخارطة اليمنية، استهداف واضح للإنسان اليمني. هناك يعني محاولة لتأديب الشعب اليمني لأنه يعني خرج بالملايين ينشد الدولة والديمقراطية والحياة المدنية، واعتبرت ممالك النفط في الخليج أن دولة ديمقراطية قوية في اليمن وفي جنوب الجزيرة العربية ستشكل تهديدا لمشيخيات النفط في الخليج. فبالتالي نحن أمام يعني هناك المشاريع التدميرية التي يعني تمول بالفعل المال الخليجي، أنا أعتقد أنها لن تستمر وستمنى بالفشل. وحينما أصيب الربيع العربي ودخل كما يقال مرحلة الشتاء ومرحلة الانتكاسة، جاء هناك البشائر التي أتت من السودان ومن الجزائر، فبالتالي لا يمكن إطلاقا للمشاريع التدميرية التي يتبناها النفط الخليجي أن تفلح في إخضاع إرادة الشعوب التواقة للحرية، وستكون هناك مفاجآت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع الشعوب التي تتوق إلى الحرية وتتوق إلى الكرامة وتتوق إلى أن يكون هناك يعني مساءلة للحاكم ومساءلة للأنظمة التي تسعى لتثبيت وجودها على مصالح على حساب مصالح الشعوب وإرادتها وكرامتها واستقرار المنطقة. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. زيارة مهمة لمسؤول غربي وربما هي الأولى حسب تصريح وزير الخارجية لوزير خارجية غربي لعدن منذ الانقلاب، برأيك ما الذي تحمله هذه الزيارة؟ أولا علينا أن نعرف أن دور بريطانيا دور مهم في حالة الأزمة اليمنية، وأعتقد أن بريطانيا هي الآن من تمسك بالملف اليمني للإشراف على الملف اليمني من الدول الغربية، ونحن نعرف أن بريطانيا هي التي تتقدم بمشاريع القرارات التي تم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي، بالتالي هناك اهتمام بريطاني كبير لإنجاح أولا المسار السياسي في الأزمة اليمنية، وأيضا هي يعني أعتقد أنا من وجهة نظري أنها يعني دعم للمبعوث الأممي مارتن جريفيث الذي هو أيضا بريطاني، ويحاولون قدر الإمكان إنقاذ اتفاق ستوكهولم الذي لم يتم تنفيذه حتى هذه اللحظة لا في الجوانب الإنسانية من إطلاق سراح للمختطفين والأسرى، وكذلك الجوانب الأخرى وهي إعادة الانتشار والتموضع وانسحاب الميليشيات من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى. بالتالي هذه الزيارة طبعا لها أهمية أنها تكسر حالة الجمود، وأيضا تبعث بثقة للمسؤولين الآخرين بأن يقوموا بزيارة العاصمة المؤقتة ولو أن هناك إشكالية أمنية، لكن هذه الزيارات سوف توضح حقيقة ما الذي يحدث في اليمن وفي المناطق المحررة، وأيضا هو يأتي في إطار دعم الحكومة الشرعية. هذا اللقاء يعتبر هو الأول من نوعه منذ 4 سنوات تقريبا لوزير خارجية أو لمسؤول لنقول مسؤول غربي رفيع المستوى إلى اليمن. نعم، إذن كيف يمكن أن تستثمر الحكومة هذه الزيارة وهذا الدعم الذي تحدثت عنه؟ يعني في النهاية العالم يرغب بالتعامل مع حكومة موجودة على الأرض. هو بالفعل لو عدنا للوراء قليلا سنرى أن هناك إشكالية حقيقية تعيشها المناطق المحررة وخصوصا المناطق الجنوبية التي تم السيطرة عليها من قبل ميليشيات لا تأتمر بأمر الدولة وليست تابعة للدولة، والعالم أجمع يعرف هذا الشيء أن هناك ميليشيات تأتمر بأمر الإمارات وهي تحت قيادة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة من المفترض أنها جاءت لإعادة الشرعية ولدعم الشرعية وأيضا لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن بشكل عام والمناطق المحررة بصفة خاصة، لكن علينا الآن أن نتحدث أمام المجتمع الدولي أن هناك إشكالية حقيقية هي التي تمنع الحكومة من العودة، وضع قنابل موقوتة أمام الحكومة من العودة، منها عرقلة عملها،
مصادرة القرار السيادي والوطني لهذه الحكومة أو الحكومات السابقة. ولكن دعونا نتفائل بأن هذه الزيارة سوف تكون بداية لأولا إعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة عدن، وأيضا إلى إعادة السفارات والقنصليات والعمل الدبلوماسي. وطبعا يأتي هذا كله بعد أن تعود الحكومة بكامل أعضائها بكامل قياداتها مع رئيس الجمهورية ورئاسة الدولة لقيادة الدولة من الداخل. نعم، يعني إذا يعني هل تدرك الشرعية أن الأولوية لمن هو على الأرض، للأقوى، للأقرب للناس، وهل تعمل على هذا الأساس أم تترك المشهد كما هو وأينما وضعها التيار كانت؟ الحكومة تحاول بقدر الإمكان أن تكون قريبة من المواطن، قريبة من هموم المواطن، تحاول توفير كافة الخدمات الأساسية. لكن أيضا هناك إشكالية حقيقية، يعني ما حصل في يناير من العام الماضي هو خير دليل أنه حينما تحركت الحكومة، حينما حاولت توفير الخدمات، حينما حاولت توفير الرواتب، قامت الميليشيات بمحاصرة الحكومة ورئيس الحكومة في قصر بعاشيق، وحاولت أيضا النيل من الحكومة ومن رموز الحكومة. وهذه طبعا إشكالية أمام الحكومة، علينا جميعا أن نناقش الوضع من كافة النواحي وليس من ناحية واحدة، أن الحكومة أنها لا تعود أو أنها لا تستطيع إدارة المناطق المحررة. علينا أيضا أن نتحدث عن الجوانب الأخرى التي تمنع الحكومة من العودة، يعني الوزراء اليوم المتواجدين في مدينة عدن وهم المرضي عنهم من قبل الإمارات وميليشياتها هم الوحيدين فقط المتواجدين في عدن، وحتى نطاقة عملهم هي نطاقات محددة، ولا يمكن لهم أن يخرجوا إلى المناطق الأخرى إلا وفق ترتيبات أمنية لهذه الميليشيات. بالتالي هناك وضع يعني ما زال حتى هذه اللحظة ملغوم في مدينة عدن. علينا أن نناقش هذا الوضع، معالجة هذا الوضع، الحديث بصراحة أمام المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الدولي عن ما يحدث في مدينة عدن، وما هي العوائق الحقيقية لعدم عودة الحكومة. وإلا أنا أؤكد لك أن معظم المسؤولين اليمنيين في الحكومة يريدون العودة إلى الداخل، يريدون ممارسة أعمالهم من الداخل. يعني ما هو قيمة المسؤول إذا كان لا يدير المؤسسة التي هو مسؤول عنها ولا يمارس صلاحياته الممنوحة له وفق القانون والدستور؟ نعم، إذا شكرا جزيلا لك مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني برأيك عدم الركون إلى الأدوات الموجودة كالسعودية والإمارات في تخطي الصعوبات في الملف اليمني، هل يمكن أن يغير المشهد والبحث عن يعني أدوات بديلة؟ أولا كنا نطالب يعني أن لا يقتصر دور الحكومة ومتحدثيها، وهذه رسالة للعزيز الأخ العزيز مختار الرحبي، أن لا يقتصر دور الحكومة على تحليل المشهد وعلى توصيف المشكلة في اليمن. المطلوب من الحكومة الشرعية ومن رموز الحكومة الشرعية ومن المتحدثين باسم الحكومة الشرعية أن يكون هناك موقفا واضحا من العبث بدماء اليمنيين، من العبث بأرضهم، بمستقبلهم، بسيادتهم، باستقلال اليمن، بالأمن الإقليمي. يعني هنا المطلوب من الحكومة الشرعية أن يكون لديها يعني موقفا. يكون لديها موقفان ويكون هناك موقفا واضحا من الرئيس هادي ومن حكومته فيما يتعلق ب لا نريد من الحكومه ان توصف لنا المشهد، توصيف المشهد يقوم به الصحفيين، والحكومه ليست يعني للاسف الشديد ان تتقمص دور المظلوميه، هذا لم يعد مقبولا من الحكومه الشرعيه. يجب ان يكون هناك موقفا واضحا مما يحصل في اليمن من العبث بدماء اليمن ومستقبلهم، يعني هذا ابتداء. ثانيا كما قلت مسبقا انه لا يمكن التعويل على يعني على الفاعلين الاقليميين الذين تتقاطع مصالحهم ولكنهم يتفقون على هدف واحد. يعني الامارات والسعوديه وايران هم وكلاء لقوى دوليه، هذه القوى الدوليه قطعا لا تريد استقرار في اليمن ولا تريد ان يكون هناك ديمقراطيه في اليمن او تحولا سياسيا في اليمن. هي تستغل هذا المشهد الهش لانفاذ مصالحها او للنفوذ من خلال هذا يعني الضعف الكبير الذي يحصل في اليمن، وتمكين الميليشيات سواء الميليشيات في الشمال التي لديها أبعاد طائفية ولديها ارتباط مع إيران، أو الميليشيات التي في الجنوب التي لديها ارتباطات يعني واضحة يعني مع الإمارات، والتي من خلالها تسعى إلى إيجاد واقعا على الأرض ينتقص السيادة الوطنية ويهدد النسيج المجتمعي في اليمن ويندر بكارثة كبرى. هذه الكارثة الكبرى لن يتوقف خطرها على اليمن، سيكون هناك تداعيات خطيرة جدا لا سمح الله إذا
تفكك المشهد في اليمن أكثر، وتم يعني تغييب الحكومة الشرعية تغييبا كاملا. يعني لنفترض مثلا إذا رحل هادي من الحياة، ويعني ما هو البديل وما الذي يمكن فعله؟ يعني هناك إشكالية كبيرة للغاية تعيشها الحكومة الشرعية ومأزق خطير للغاية. هذا المأزق الخطير يتعين على الحكومة الشرعية أن تتخذ موقفا واضحا من هذا العبث الذي يجري. يعني هذا هو المطلوب في هذه اللحظة الفارقة. إذن يعني إذا أرادت الشرعية أن تكون جزء من المشهد القادم برأيك، ما الذي عليها القيام به؟ على الحكومة الشرعية أن توضح للرأي العام ما الذي يجري في اليمن، وعليها أن تتخذ قرارات تاريخية بإنهاء دور الإمارات بشكل واضح، لأن اتفقت يعني اتفقت كل التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية والحقوقية والوكالات الدولية على أن هناك يعني جرائم ترتكب في الجنوب وبيد ميليشيات ومرتزقة أجانب، هؤلاء يمارسون أبشع الجرائم حسب التقارير المنظمات الدولية. فبالتالي الحكومة الشرعية مطلوب منها أن تنتصر لكرامة الإنسان اليمني، أن تنتصر أو أن تنصف الضحايا الذين يعني تنتهك حقوقهم الطبيعية وحقوقهم الإنسانية في سجون الإمارات وميليشياتها في عدن وفي كثير من المناطق، وعليها أن تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية وأنهم مؤتمنون على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وعلى إنجاز التحول الديمقراطي. عبد الرب منصور هادي هو رئيس لي 24 شهرا، الآن يدخل في عامه الثامن، وربما بعد أشهر سيدخل في عامه التاسع. هناك إشكالية كبيرة للغاية على الحكومة الشرعية أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية تاريخية، وكذلك على الأحزاب السياسية التي لا زالت أو هي داعمة وأحد وهي من ضمن مكونات هذه الشرعية أو هذه الحكومة المبعدة التي يعني طال انتظارها بشكل لا يمكن تصوره، عليها أن يكون لديها موقفا واضحا مما يجري من العبث بمستقبل اليمنيين. نعم، برأيك يعني ما هو مستقبل الصراع بعد هذه الزيارة؟ زيارة وزير الخارجية البريطاني، هو كانت لديه تصريحات فيها نوع من التشاؤم والتهرب من أي نتائج. يعني حينما يقول أن هذه هي آخر فرصة، معنى ذلك أننا أمام مشهد كارثي، ربما يكون يعني تفكيك الدولة اليمنية، يعني ربما يكون هو أحد الخيارات التي قد تطرح. ولو عدنا إلى التاريخ إلى قبل 100 عام في عام 1916 حينما اتفاقية وزير الخارجية البريطاني والفرنسي اتفاقية ساكس بيكو، هذه الاتفاق بدأ تنفيذها من اليمن، وحينما اعترفت الإمامة البغيضة بالاستعمار البريطاني، وكان هناك تخادما ما بين الإمامة وما بين الاستعمار. ولذلك الآن الحضور البريطاني هو يستذكر هذه أو يستعيد هذه الذاكرة التاريخية. فبالتالي نلاحظ أن هناك يعني تقاربا وتدليلا واضحا لميليشيات الحوثي، لأنها تخدم في الأخير مصالحه، وهناك يعني الشواهد التاريخية تؤكد ذلك. يعني فبالتالي نحن أمام مشهدا يبدو من خلاله أن هناك يعني محاولة لاستخدام هذه الميليشيات التي لا تؤمن بفكرة الدولة الوطنية، وهذه الميليشيات التي لا تؤمن أصلا بالديمقراطية، ولديها يعني نزعة استعلائية سلالية على المجتمع اليمني، من خلالها يمكن أن يكون هناك واقعا على الأرض من خلاله يتم يعني إنهاء وجود الدولة اليمنية وفرض واقعا جديدا على الأرض. لكن ليس نحن لسنا في صدد إيصال رسائل لليأس، قد يكون هناك مفاجأة كبيرة وسينتصر الشعب اليمني والبقاء للشعوب. ولا يمكن لهذه الأدوات التي هي أدوات المستعمر، سواء كانت ميليشيات طائفية أو ميليشيات إرهابية، أن تفرض واقعا يتجاوز يعني إرادات 30 مليون يمني. نعم، إذن دلالة التلويح أيضا بلغة قاسية ضد الوجود الإيراني واتخاذ اليمن كمحطة للصراع، ما هي برأيك؟ اولا ما يتعلق بادراج بريطانيا لحزب الله ك يعني ضمن قوائم الارهاب، وان اتى متاخرا، لكنه ربما يحمل دلاله التوجهات الامريكيه الاخيره فيما يتعلق بالتشدد في الموقف الامريكي من 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 الاتفاق النووي. لكن لا يبدو ان هناك تقاطعا واضحا ما بين بريطانيا وما بين ايران فيما يتعلق بكثير من القضايا، وبالذات يعني الملف النووي الايراني.
يعني ربما تكون هذه مجاملة للحكومة الأمريكية ولحكومة ترامب، ولا يعدو عن كونها در الرماد على العيون بأن هناك موقفا جديدا للبريطانيين. البريطانيون يعرفون أن إيران شريكة لهم في المنطقة في إعادة تفتيت المنطقة وإعادة تثبيت وجودهم، ولا يمكن أن نعول على دورا فاعلا لبريطانيا فيما يتعلق بموقفا متشددا من إيران. هناك ميليشيات تدرب في لندن، ميليشيات ياسر حبيب ميليشيات تدرب في لندن، وهناك يعني أفلام وثائقية كشفت أن هناك ميليشيات تدرب في لندن لياسر حبيب المتشيع الكويتي. والموقف البريطاني واضح من استخدام الأقليات في العالم الإسلامي لتفتيت فكرة الدولة الوطنية ومن أجل يعني تثبيت النفوذ الاستعماري ويعني نهب ثروات هذه المنطقة الغنية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك خالد عقلان الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.